البيولوجيكال اوكسيديشن. ايه البيولوجيكال اوكسيديشن؟ بيولوجيكال اوكسيديشن عباره عن اوكسيديشن اوف ويتش اوكيرز ان بيولوجيكال سيستم تو بروديوس انرجي. دلوقتي احنا بيحصل اوكسيديشن جوه جسمنا، البيولوجيكال سيستم الاوكسيديشن اللي بتحصل جوه جسمنا دي هي بتدينا الطاقه. ازاي يا جماعه؟ يعني احنا جسمنا فيه تفاعلات، يعني فيه اكسده، يعني فيه ريدكشن. ايوه، عندك جوه جسمك اسمها الاكسده البيولوجيه جوه جسمك، عشان عندك بيولوجيكال سيستم عشان تحصل على الطاقة بيحصل رياكشن، كأنك بالظبط شبه الايه، زي البطارية كده، في رياكشن بيحصل عشان يدينا الطاقة. الطاقة دي محتاجة عشان نتحرك، عشان نتدفى، عشان كل حاجة. طيب جه العالم اكس اللي هوجو ثود ثيودور ثيورل، اتولد في 1903 وتوفى 1982، اخد نوبل برايز، خد جايزة نوبل عشان اشتغل واكتشف قصة البيولوجيكال اوكسيديشن ريدكشن رياكشن جوه جسمنا. اهو العالم اهو عمل ايه؟ جاب 5 تيست تيوب وفصل، وجاب الميتوكوندريا راح فصلهم فيها ل5 كومبلكس، وقال لك في حاجة اسمها الكترو ترانسبورت تشين جوه الميتوكوندريا، وقعد فصل كل حاجة، وبناء عليه اخد جايزة نوبل. طيب نعرف يعني ايه اوكسيديشن ويعني ايه ريدكشن؟ نرجع بقى لايه؟ لاعدادي بقى. يعني ايه اوكسيديشن؟ من اسمها اوكسيديشن، يبقى انا تاخد الالكترونات. يبقى مع بعض كده اوكسيديشن، يبقى انا بحط اكسجين، بس اوكسيديشن بحط اكسجين، بكتسب اكسجين، بفقد ايه؟ حاجتين. يبقى بكتسب حاجة واحدة اكسجين، بفقد الكترون وهيدروجين، يبقى بفقد loss of hydrogen والكترون. يبقى الاكسديشن addition of oxygen او RCHO مع ايه RCOOH، عكسهم بقى، عكس الاضافه ايه؟ ان انا بفقد لوس الكترون وهيدروجين. اهو ادي ال RCH2OH، بفقد ال H2 دي بفقدها وبحط مكانها اكسجين، وبفقد الكترون زي مثلا الفرس اهو. الفرس ده 2 بوزيتيف، لما اخد منها الكترون ماينس فالبوزيتيف هتزيد بقت فرك، يبقى الايرون بقى 3 بوزيتيف. يبقى الاكسديشن عباره عن ايه؟ من اسمها اوكسي، يبقى بكتسب اكسجين، بفقد الكترون وهيدروجين. طب الريدكشن عكسها، بكتسب هيدروجين والكترون وبفقد اكسجين، عكس الاكسديشن على طول. ماشي. طب لو جينا مركب اهوت، ادي مركب اهو ايه ومركب بي، بنتفاعلهم مع بعض. المركب ايه عليه الكترون، بيفقدهم ويديهم لي بي. حلو قوي. لما المركب ايه لما يفقد الكترون عشان يديهم لي البي، بقى هو حصل له ايه؟ حصل له اكسيديشن، لوس اوف الكترون. حلو جدا. والبي لما اكتسب الكترون يبقى حصل له ريدكشن. كده عرفنا دي الاكسيديشن ودي الريدكشن. طب المركبات دي اسمها ايه؟ ما المركب ايه لما ادى الكترون للمركب بي فعمل له ريدكشن، يبقى المركب ايه بيعتبر ريديوسنج ايجنت لمركب بي، وعكس وبالعكس البي يعتبر اوكسيدايزنج ايجنت لمركب ايه. فهمنا يا دكاتره؟ يبقى مركب ايه دفع مع مركب بي، ايه ادى الكترون للبي، يبقى عملنا عمليه اوكسيديشن. العمليه اسمها اوكسيديشن، والمركب نفسه اللي هو ايه بيعتبر ريديوسنج ايجنت والبي اوكسيدايزنج ايجنت. دي حاجات ايه، مجرد تذكيريه بس للحاجات قبل كده. خش جوه جسمنا بقى اهو، في البيولوجيا جوه جسمك بقى، ايه بقى اوكسيديشن ودكشن؟ فين يا دكتوره الكلام ده؟ انا اكلت اهو الاكل اهو، اورجانيك مولكيولز جواها ايه؟ جواها هيدروجين. الهيدروجين ده عباره عن ايه؟ بروتون والكترون. الهيدروجين اتوم عباره عن بروتون والكترون. فيحصل ايه؟ يحصل ان ينتقل الالكترونز والهيدروجين الى الكوانزيم ده جوه جسمنا برضو، حاجه زي الناد والفاد. ده طبعا ايه؟ بطاريه الشحن بتاعتنا، دي البطاريه الشحن بتاعتنا. فالمركب لما يتنقل الالكترون، اتنقل اهو
الالكترون اتنقل من حاجه لاخر، يبقى حصل العمليه دي اسمها ايه؟ اوكسيديشن، وعكسها حصل لها ريدكشن. يبقى الاكل اهو بتاعنا الاصفر ده ماشي، بقى حصل له اكسده، والناد اللي هو استقبل الهيدروجين ده بقى ناد اتش بلس اتش، حصل له ريدكشن، عشان كان كده بيسمى ريديوزد الكترون كارير، لانه اخذ البروتون ومعاه الكترون وطلع بروتون بس، يعني ناد اتش بلس اتش، فالالكترون بقى ايه؟ شايل الكترون اهو الاحمر ده، بقى الكترون كارير. طيب نخش بقى على الايه، على المهم بقى اللي ايه، هنبدا سيبريشن عايزين نذاكرها اول ما فاهمينها. يقول لك ريدوكس بوتنشال، يقول لك عرف لي الريدوكس بوتنشال اللي هو الجهد الاختزال ايه اللي ده، في كلمه واحده الكترون افينيتي، يعني من اسمها الكترون افينيتي يعني ايه؟ قابليتي للالكترون، يعني باخد الكترون بس، او ما اقول ريدوكس بوتنشال هتقول الكترون افينيتي، اروح معرفه بقى، يبقى الافينيتي اوف سبستانس تو اكسبت الكترون، يعني قابليه الماده انها تكتسب الكترون، دي ريدوكس بوتنشال، المواد لها خاصيه انها تكتسب الكترون. The potential for substance to become reduced، وبالتالي انا لما اخد الكترون اديشن اوف الكترون اسمها ايه؟ اسمها حصل لي ريدكشن. حلو قوي. طيب لو تحصل دكاتره في ساعات بيقول لك يعني اختي تقول لي انا بتكهرب. بنتكهرب ليه؟ احنا يعني جسمنا فيه شحنات؟ اه جسمنا فيه شحنات، لان جوانا تفاعلات شغاله، فجسمنا نفسه بيحصل فيه تشارج. فلو قسمنا المواد حسب ريدوكس بوتنشال، يقول لك الهيدروجين ذا لويست ريدوكس بوتنشال، اقل واحد بيكتسب الكترونات ماينس 0.4 فولت، بينما الاكسجين هايست ريدوكس بوتنشال اعلى واحد. فراح عاملين سلسلة من أقل واحد وأعلى واحد ماشي، وهنشوفها دلوقتي. يبقى وقالوا إيه السلسلة؟ أقل واحد هيدروجين وأعلى واحد الأكسجين، والمواد تقع ما بين أقل واحد وأعلى واحد. يقول لك الريدوكس بوتنشال أوف أول سبستانس لاي بتوين أوف هيدروجين أند أكسجين. يبقى الريدوكس بوتنشال جت في الامتحان عبارة عن إلكترون أفينيتي، قابلية المادة تكتسب إلكترون. فقالوا أقل واحد الهيدروجين وأعلى واحد الأكسجين، لأنه بلس 0.82 فولت، وبقية المواد تقع ما بين الاتنين. طيب إلكترون ترانسبورت تشين، إيه الإلكترون ترانسبورت تشين دي؟ من اسمها سلسلة بينتقل خلالها الإلكترونات. إيه السلسلة دي بقى؟ قالوا إيه؟ لقوا في سلسلة تحتوي على مجموعة بروتينات الإلكترونز بتتحرك وبينها، خلاص؟ من الأقل فالأعلى، احنا قلنا تحرك الإلكترونات من أقل قابلية للإلكترون، يعني الكبير الأعلى جهد، الجهد الأعلى يروح سحب الإلكترون، مترصصة كده من أقل للأعلى. يبقى عبارة عن تشين أوف كاتاليست إنزيم وكو إنزيم، تعرف معروف طبعًا الإنزيم ده عبارة عن بروتين. الكو إنزيم اللي خدناهم قبل كده الناد والفاد. ايه اللي بيحصل بقى؟ it collects reducing equivalent hydrogen atoms and electron، هيكون انزيم دي بتحتوي على ايه؟ الهيدروجين والالكترون، عشان كده بيسمى reducing equivalent from substrate transferring it stepwise to be oxidized in final reaction with oxygen to form water and energy. دلوقتي ايه الفكره بقى؟ ان هي جوه الميتوكوندريه في سلسله من في سلسله جواها بروتينات تنتقل خلالها الالكترونات والهيدروجين، ليه ما توصل في الفاينل رياكشن بتاعنا ان عايزين توصل للاكسجين، علشان الهيدروجين مع الاكسجين مع الاكسجين يدينا ميه ويدينا انرجي، والانرجي دي بقى اللي بنستعملها نخزن طاقه وتدينا الاحساس بالحراره. لها اسم تاني الالكترون ترانسبورت تشين، ده اسم تاني ايوه اسمها ريدوكس تشين او ريسبيراتوري تشين، وهشرح لك كلها بالتفصيل دلوقتي. اقول لك الكترون ترانسبورت تشين او ريسبيراتوري تشين او ريدوكس تشين، كل الكلام ده تحس انه مبهم لما اشرح لك دلوقتي على الرسمه تبقى الدنيا واضحه قوي وسهله قوي. بيقول لك الكترون كارير از فاوند ويزن فور ممبرين باوند انزيم كومبلكس ويتش امبيدد ان ذا انر ميتوكوندريا ممبرين. هوريك دلوقتي الميتوكوندريا اللي عامله الممبرين بتاعها بيبقى قاعد فيها
الكومبلكس ديت، وهي بتنتقل خلالها الالكترونات. طب اهميه الالكترون ترانسبورتشن ايه يا جماعه؟ اهميتها ان الفري انرجي ريليز ديورنج الترانسبورت اوف الكترون يوتلايزد فور فورميشن اوف اي تي بي. يبقى الكلام كله احنا عايزين نكون اي تي بي. طيب رسمه توضيحيه كده يعني تخلينا نتخيل ايه اهميه الكترون ترانسبورت شين. بصوا كده، احنا دلوقتي لو جبنا هيدروجين، جبنا انبوبه اختبار مثلا، وجبنا هيدروجين واكسجين وفعلهم مع بعض، هتلاقي الاوضه كلها فرقعت. اكسبلوشن ريليز اوف هاي انرجي عشان نكون ميه، فرقعت. بالتفاعل ده مش منطقي. جوه جسمنا بقى عندنا الاكسجين بنتنفسه، والهيدروجين جاي من الاكل، يتفاعلوا مع بعض يطلعوا حراره مره واحده نخسرها. لا، انا عايز الحراره دي تطلع واحده واحده، شويه 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 شويه، بحيث تخزن لي على هيئه اي تي بي. اعملها ازاي؟ اهو زي ما احنا هوريك اهو. بص على الرسمه، هتلاقي احنا قلنا هيدروجين واكسجين، ادي الاكسجين اهو قاعد اهوت ومستني، محتاج الهيدروجين. الهيدروجين ده جاي منين؟ من البطاريه بتاعتنا، مين اللي هي النات، ده الكارير بتاعت الهيدروجين. طبعا الهيدروجين ده جه عن ناد اتش اهوت، جه عن طريق الاكل. طيب فالهيدروجين ده عباره عن حاجتين، بروتون والكترون. ادي البروتون جاهز اهو مع الاكسجين، فاضل لنا مين؟ الكترون. اهو ده اللي هنلعب فيه بقى. يقول لك يا الكترون هيمشي خلال سلسله سنه سنه اهو، ويطلع مركب سنه سنه، يطلع في الحركه دي هيطلع اي تي بي. دي هي الفكره بتاعتنا بقى، دي الاي تي بي اللي بنحتاجها عشان الطاقه. في الاخر تكون المي، يعني وصل ادينا في الاخر الكترون، ما ادناش مره واحده الكترون، لا سنه سنه، فاللي طلع من الالكترون ده تفاعل مع البروتون والاكسجين ادينا مي. الفكره كلها اهي، ان انا عندي اكسجين وعندي بروتون عباره عن، عندي هيدروجين عباره عن بروتون والكترون، الالكترون هتتحرك جوه سلسله وتكون اي تي بي، في الاخر يحصل الفاينل رياكشن ويدينا ووتر. يلا نبدا نشرح بالتفصيل بقى. يلا عندنا ادي الميتوكوندريا بتتكون من كام بارت؟ خمسه بارت. عندنا الاوتر ممبرين، انر ممبرين، والانتر ممبرين، والماتريكس. فقالوا ايه بقى لو بصينا ده الممبرين بتاع الميتوكوندريا، كل حاجه ترانسبورت شين، كل حاجه جوه الميتوكوندريا، بلاقى فيها ثنائيات. شايفين الثنائيات عامله ازاي؟ اسمها كريستا، الواحده المفرد اسمها كريستا، الجمع كريستاي، كريستاي اهي. طيب الكريستاي ديت اللي جواها الالكترون ترانسبورت شين والاي تي بي، مهمه جدا. يبقى الانر ميمبرين اللي بيتم فيها الالكترون ترانسبورت شين بتاعتي، تمام كده؟ ممكن نيجي في الامتحان اقول لك الالكترون ترانسبورت شين بتحصل في الانر ميمبرين ولا الاوتر ميمبرين ولا الماتريكس، هتقول لي في الانر ميمبرين. برضه هنشوفها بالتفصيل، ادي الرسمه اللي تورينا التفصيل. ايه دي الكترون ترانسبورت شين؟ ايه بقى الالكترون ترانسبورت شين؟ قالوا عندنا الممبرين اهو بتاعت ادي الميتوكوندريا بتتكون من ايه؟ ادي الماتريكس اللي الحته اللي جواها، شايفين الماتريكس؟ طيب التشين ديت اللي هي الفوسفوليبيد باي لير دي اسمها الانر ميمبرين، دبل ان، انر ميمبرين. اللي براها اسمه الانتر ميمبرين. طيب الانر ميمبرين ماله؟ اهو عليها الكومبلكس بتاعتنا، كام واحد؟ ادي خمسه، ادي واحد كومبلكس، واحد كومبلكس، 2 كومبلكس، 3 كومبلكس، 5 ادي كومبلكس 1 2 3 4 ادي 5. حلو قوي. الالكترون بتتحرك خلالهم. طيب الالكترون بتتحرك ازاي؟ نبص مع بعض. عندنا ادي النات اهيت، بيطلع من خلالها الكترون، هتروح معديه على كومبلكس 1 وتروح ماشيه. عندي اتنين كو انزيم كارير، في حاجه اسمها كو انزيم كيو وسيتوكرو، والتاني اسمه سايت موبايل كارير، سيتوكروم سي. فيجي ايه بقى؟ ادي الناد اتش بلس اتش، فالاتش يحصل ايه؟ هتدي الكترون، فالالكترون دي هتروح فين؟ عند كومبلكس 1. طيب الفات هتطلع الالكترون بتاعها عند كومبلكس 2. كومبلكس 1 و2 الالكترون تطلع من عندهم وتروح على كو انزيم كيو، تطلع الالكترون دي تتحرك تروح كومبلكس 3، تتحرك من كومبلكس 3 تروح على السيتوكروم سي،
سيتوكروم سي تحمل دي الكترون لكومبلكس 4، ينتج عنها ايه بقى؟ ينتج عنها ان اللي يطلع بعد كده الحركه نفسها بيحصل فيها فقد طاقه، فالهيدروجين هنا يحصل له ضخ من كومبلكس 1 وكومبلكس 3 وكومبلكس 4. طيب الهيدروجين بقى بيطلع من الماتريكس، يطلع بره في انتر ميمبرين، فعمل ايه؟ فرق جريديانت، لان البروتون كان جوه خرج بره، فكتر قوي بره في الانتر ميمبرين سبيس، فالبروتون يعني بوزيتيف، فالبوزيتيف كتر كتير جدا، يبقى في الانتر ميمبرين بوزيتيف وفي الماتريكس بقت نيجاتيف. يحصل ايه؟ تروح متجمعه كلها، تروح داخله على كومبلكس 5 وخارجه منه مره واحده، زي البوابه بالظبط بتاعت المول، البوابه الدواره، تيجي تخش فيه فتلف معاك، اللفه دي تخلي الاي دي بي تلزق في البي تدينا اي تي بي طاقه. طب نشرح تاني، نشرح بطريقه تانيه. يبقى الفكره كلها ان بتتكون اي تي بي ازاي؟ ان في جراديانت نتيجه انتقال البروتون الماتريكس، اطلع بره، شايفين طلع بره، بيطلع من كام مكان؟ بيطلع من ثلاث اماكن، كومبلكس 1 و3 و4. طب ليه ما بيطلعش من كومبلكس 2؟ عشان قصير، شايفين قصير ازاي؟ مش ملمس الممبرين، عشان هو قصير وقزع كده مش قادر البروتون يخرج من خلاله. فالبروتون بيخرج منين؟ 1 و3 و4. طيب البروتون اتجمع اهو، حصل جريديانت، التركيز البروتون في الانتر اعلى من الماتريكس، فلازم يحصل بالانس، عايزين نعيد تاني ايه؟ ان يحصل بالانس، التوازن، فيتجمع فيضخ فين؟ في الكومبلكس 5. فالكومبلكس 5 الضخه دي عامله زي ايه يا جماعه؟ زي السد العالي، مش بيجمعوا الميه؟ نروح مجمعين الميه زي سد اثيوبيا، عمالين يجمعوا الميه. طب بيجمعوا الميه ليه؟ علشان تضخ مره واحده في التربينات، فالتربينات تلف تطلع طاقه، اهي ضخت البروتونات اهي اللي هي الهيدروجين، تروح ضخه في الكومبلكس 5 تخلي الاي دي بي تتفاعل مع البي، يلزقوا في بعض وتدينا الاي تي بي اللي هي الطاقه. ماشي كده؟ طيب هنا بقى يقول لك ايه؟ نشوفها في رسمه، نشوف بقى الرسمه اللي بعدها هتعيد نفس الكلام اهي. يبقى الكترون ترانسبورت شين بص لو سمحت بتحصل فين؟ نعم ممكن حضرتك تنزلنا بي دي اف بس عشان ماشي، الكتاب حاضر مفيش الكلام ده. حاضر حاضر، ركز معايا بعد اذنك. الكترون ترانسبورت شين بتحصل فين؟ في الكريستيان، فين؟ في الانر ميمبرين، مهمه قوي، ممكن اجيبها لك. الكترون ترانسبورت شين بتحصل فين؟ انر ولا انتر ولا ماتريكس؟ هتقول لي في الانر، في الثنائيات دي. طيب الانرجي والحاجات دي كلها جايه منين؟ البطاريه عندنا في جسمنا اللي هي اتش والفاد اتش 2، ماشي؟ طيب بتحصل نتيجه ايه؟ حصل جريديانت. ايه جريديانت دي بقى؟ زي ما قلنا الهيدروجين بيبقى نسبته عاليه في الانتر ميمبرين، هاي كونسنتريشن من البروتون في الانتر ميمبرين ولو كونسنتريشن في الماتريكس، واحده عالي وواحده قليل. هتلاقي العالي عايز يعمل بالانس فيضخ، يحصل ضخ، الضخه دي يعني نتيجه جريديانت هي اللي تجيب الطاقه. طب اخر واحد مين بقى الفاينل اكسبتور؟ اللي هو الاكسجين، مهم جدا اقول لك مين الفاينل اكسبتور؟ اللي هو الاكسجين. ليه؟ لو بصينا هنا اهو، ادي الاكسجين اهوت، يعني نتيجه حركه الالكترونز دي بينتج عنها طاقه، الطاقه دي هتخلي الاكسجين يتحد مع البروتين اللي فاضل في الماتريكس، لو في شويه بروتين فاضلين هيتحدوا مع الاكسجين ويدونا موتر، يبقى طلع عندنا، ودي الفكره بتاعتنا، الاكسجين يدينا ووتر وينتج عن حركه الالكترونات يدينا الاي تي بي. فممكن تشرح لنا تاني؟ اشرح لكم تاني بشكل تاني اهو، ادي الالكترون ترانسبورت تشين، عندي ايه؟ ادي النات طلع منها الكترون، النات بتصب في كومبلكس 1، الفات من كومبلكس 2. طيب عشان كده في الاخر يقول لك ايه؟ هشرح لك بالتفصيل، النات بتطلع 3 اي تي بي، ليه؟ لانها كومبلكس 1 تروح مطلعه بروتون، كومبلكس 2 تطلع بروتون، تنتقل كومبلكس 3، بتخش في ثلاث اماكن فتطلع الثلاثه اي تي بي. طب الفاد؟ الفاد كومبلكس 2 على طول، ما بيعديش على كومبلكس 1، عشان كده بيطلع 2 اي تي بي بس. ليه فاد بيطلع 2 اي تي بي؟ عشان انا ما بعديش على كومبلكس 1. طيب نعيد الشرح تاني، ادي النادي اهو يطلع منه الكترون
داخل على كومبلكس 1 الفات طلع منها الكترون، كومبلكس 2 الاثنين دول بيصبوا في الكو انزيم كيو، الكيو، الكيو يروح صابي في كومبلكس 2 3، كومبلكس 3 يروح صابي في السيتوكروم سي، سيتوكروم سي يروح على كومبلكس 4، الالكترون عمال يتحرك اهو، والحالات الالكترون دي اهيت اللي بتخلي الاكسجين يتفاعل مع البروتين في وجود الالكترون يدينا ووتر. طيب نتيجة حركة الالكترون دي بيحصل بام، البروتون يحصل له بام كومبلكس 1 وكومبلكس 3 وكومبلكس 4، البروتين اتكتلت اهي فين؟ في الانتر ميمبرين. هقول لك حركة البروتين منين اللي فين؟ هتقولي من انتر ميمبرين عشان تدخل تاني الماتريكس، هتخش خلال مين؟ الاخ دهوت اللي هو السد العالي اللي هو كومبلكس 5، فالحركة انها في التربينات هتطلع طاقة تخلي الاي دي بي يتفاعل مع الفوسفات يدينا اي تي بي. تاني كده واضحة يا دكاترة؟ طيب يبقى الكومبوننت بتاعتنا ايه؟ الكومبوننت بتاعتنا هقول لك ايه في الامتحان؟ قول لي الكومبوننت بتاعت الكترون ترانسبورت شيت، هتقول لي 4 كومبلكس 2 الكترون كارير. اول ايه الاربعه كومبلكس؟ كومبلكس 1 و2 و3 و4 و5 وكل واحد له اسم، واثنين الكترون كارير، فري الكترون كارير اللي هو الكونزيم كيو والسيتوكروم سي. طيب ايه اساميهم بقى؟ كومبلكس 1 اسمه كونتين الناد دي هيدروجينز انزيم، و2 ساكسينيت دي هيدروجينز انزيم. لو تلاحظوا فاكرين قلت لك الكومبلكس 1 الناد بيديله، اما 2 الساكسينيت بتديله، عشان كده اسمه كومبلكس اللي هو الفيل. طب كومبلكس 3 اللي هو سيتوكروم بي انزيم، كومبلكس 4 اللي هو سيتوكروم اوكسيديز، كومبلكس 5 اللي هو اي تي بي سينثيز لانه جواه بيتكون الاي تي بي. طيب عندنا بيقول لك ايه؟ من كومبلكس 1 ل 4 ده عباره عن ايه؟ كارير اوف الكترون، اما كومبلكس 5 هو المسؤول عن الاي تي بي سينثيز. مجموع بقى الكومبلكس والموبايل كارير الاربعه كومبلكس اهو، الخمسه كومبلكس والاثنين كارير، كل ده جوه الالكترون ترانسبورتد شين اللي في النهاية اللي الأكسجينة بيتحدوا مع الأكسجينة عشان يدينا الووتر. تمام يا دكاترة؟ يبقى خلاص عرفنا إن لو قلت لك إيه الكومبوننت هتقول لي 4 5 كومبلكس بأساميهم، واتنين إلكترون كارير بأساميهم اللي هو كيو سيتوكروم سي. ماشي. أنا برضه نفس الكلام هيتعاد تاني أهو في الرسمة دي. في الكلام ده الإلكترون بيتحرك من الناد والفات ويعدوا خلال الإلكترون ترانسبورتد شين. الهيدروجين برضو الهيدروجين والالكترون كله ده بيعدي من واحد كارير بروتين للي بعده، ينتج عنهم فقد الطاقه، اللوس الطاقه ده هو اللي بيعمل بام، هو اللي بيضخ مين؟ بيضخ البروتون عبر الممبرين بيعمل تشارج. الانتر ممبرين هتلاقيه بوزيتيف وفي الماتريكس نيجاتيف، ليه؟ لان البروتون هيبقى اكتر في الانتر ممبرين. بعد كده الالكترون والهيدروجين مع الاكسجين هيكون لنا الووتر. طيب خلاص كوننا الووتر، يحصل ايه بعد كده؟ ان الهيدروجين هي موف باك من الانتر، هيخش الماتريكس عبر مين؟ الكومبلكس 5 اللي هو اي تي بي سينثيز، بينتج عنها ان الاي دي بي بيتفاعل ويدين مع الفوسفات ويدينا اي تي بي. اهو ادي الشكل بتاع اي تي بي سينثيز اهو، كميه عاليه من البروتون بره في الانتر ميمبرين، هتروح ضخه هنا اهي، هتلاقي عامل شبه اللمبه. ليه؟ لانها هتنور اول ما تضخ، اي دي بي يتفاعل مع الفوسفيت تطلع اي تي بي، اللمبه هتنور. وادي السد العالي اهوت، بيجمعوا الميه ضخه مره واحده، دي بتولد طاقه، ودي الحرب بيننا وبين اثيوبيا دلوقتي انهم بيخزنوا الميه عشان عايزين طاقه. ماشي كده خلصنا الكترو ترانسبورت شين. طيب الكترو ترانسبورت شين دي او ريسبيرت شين دي مسؤوله عن الريسبيريشن يا جماعه، ان هي بتدينا طاقه نقدر نتنفس ونعيش. هل لها انهبيتور؟ لها انهبيتور. ايه الانهبيتور ديت؟ دي حاجات انا باخدها من بره، انا عايزه واحد مضايقني وعايز اسمه، فاديله ماده توقف له حركه الالكترون ترانسبورت شين دي فتموته. طب ايه المواد بقى اللي بتوقفها فممكن اموت البني ادم ديت؟ كل كومبلكس له مواد ممكن تاثر عليه. يبقى كومبلكس 1 له مواد، كومبلكس 2 له مواد، كومبلكس 3 له مواد، كومبلكس 4 له مواد. الكومبلكس دي كلها بالمواد بتاعتها هنحفظها صم،
اقول لك كومبلكس 1 ايه اللي بيعمل لها انهيبيشن؟ روتينون. ايه الروتينون ده؟ ده فيش بويزن. بيقول لك ايه؟ بعض الاسماك تبقى سامه. سامه ليه؟ تيجي تاكلها توقف لك الالكترو ترانسبورت شين تموتك. في الباربيتريت دراج، ده دواء يا جماعه، ما هو الدراج بيموت؟ اه بيموت. لما حد يحب ينتحر ياخد كميه كبيره منه، لو خدت كميه كبيره منه ممكن اوقف الالكترو ترانسبورت شين، لان بضرب كومبلكس 1. في بقى انتي بايوتيك بايمسيدين ايه؟ نفس القصه. يبقى هقول لك ايه؟ واحد اكل اخذ باربيتوريت بنسبه عاليه جدا، يبقى عمل انهيبيشن لاي كومبلكس 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4؟ هتقول لي باربيتوريت، يبقى ده كومبلكس 1. يبقى خلصنا كومبلكس 1، هنحفظ اللي جواهم اللي هو روتينون باربيتوريت الانتي بايوتيك بايرسيدين. طيب السايد الثاني اللي هو كومبلكس 2، الكومبلكس 2 بقى مين بيعمل لها انهيبيشن؟ عندنا الكاربوكسين والمالونات. الكاربوكسين بقى بتعمل انهيبيشن ترانسبورت الايونز فروم فات اتش 2، احنا عارفين البروتون بيتحرك من الفات في كومبلكس 2، وعندنا ماده اسمها المالونات. لو خدنا الكاربوكسين اكلناه بكميه كبيره او مالونات ممكن توقف لنا كومبلكس 2. طبعا هنحفظها برضو. طب كومبلكس 3 عندك اللي حاجه اسمها البال والنفسو كينون. مين البال دي؟ لها اختصار اسمها بريتش انتي لويست، عباره عن ايه؟ انتي دوت يوزد اجينست الوور جاز في الحروب. في ساعات بيقول لك ايه بيقول لك عايزين نموت مثلا ايه بلد كامله، فيرموا عليهم قنبله كلها غازات. كان البال ده زي حاجه انتي دوت، يعني مضاد للغاز ده. بيقول لك لو اتاخد بنسبه عاليه ممكن يوقف الكومبلكس 3 ويموت. طب كم كومبلكس 4 اخر واحد بقى؟ في برضو مجموعه مواد لو اتاخدت بنسبه عاليه تموت، زي كربون مونوكسيد، سيانايد، هيدروجين سلفايد، صوديوم ازايت. تحس ان كلها ايد ايد ايد، اول ما الاقي الاسامي دي اعرف انها بتعمل انهيبيشن لكومبلكس 4. طبعا معروف ان سيانايد، يعني في واحد مثلا كان عنده قضيه وكده وعايز يتخلص من نفسه راح شرب عطول سيانايد، انها عطول بتعمل اختناق وتموت على طول. ماشي؟ لو انت خدت يعني لو حد اوضه كلها كربون مونوكسيد، زي الناس اللي بتموت من الغاز الطبيعي، بيدخلوا مثلا في الحمام، في الناس اللي بتستحمى بالسخانات الغاز الطبيعي ومفيش اكسجين يطلع يتسرب يروح مموت من كربون مونوكسيد او صوديوم ازايد، كل ده بتعمل انهيبيشن كومبلكس 4. ماشي؟ دي ممكن اجيبها لك هي الكيسز، اقول لك واحد اخذ كذا مثلا اخذ سيانايد يبقى عامل انهيبيشن لكومبلكس كام، او حصل انهيبيشن لكومبلكس 4 واختار اسم المواد، اقول لك هو روتينون ولا المالونات ولا بال ولا كربون مونوكسيد، وانت تختار اسم الماده اللي تعمل انهيبيشن للكومبلكس اللي قلت لك عليه. تمام كده خلصنا الكترو ترانسبورت شين. نخش بقى في حاجه اسمها اوكسيديتيف فوسفوريليشن. ايه الاوكسيديتيف فوسفوريليشن؟ هو كله يعني مصطلحات تانية نفس الاسم بتاعنا، او البيولوجيكال اوكسيديشن في الالكترو ترانسبورت شين. يعني ايه؟ بيقول لك ترانسفير الكترون فروم ريديوسد كوانزايم ناد وفات ثرو ريسبيرتوري شين تو اوكسجين از نون از بيولوجيكال اوكسيديشن. اهي الحركه نفسها بتاعت الالكترون دي من البطاريات بتاعتنا. ايه البطاريات؟ البطاريه بتاعتنا، انت لو جبت بطاريه جالفينيك اللي هو الخليه وحط فيها بطاريه والالكترون تتحرك من جواها، اكيد خدتوها خليه جلفينيه وتحط لمبه فتنور. اهي البطاريه بتاعتنا اللي هي الناد والفات، حركه الالكترونات منها خلال الريسبيرتوري تشين بتاعنا عشان في الاخر الاكسجين اسمها بايولوجيكال اوكسيديشن. طيب الانرجي اللي خرجت دي على هيئه ايه؟ على هيئه اي تي بي. بيقول لك ايه؟ كابلنج اوكسيديشن مع الفوسفوريشن از كولد اوكسيديتيف فوسفوريشن. نشرحها تاني. ايه كابلنج اوكسيديشن مع الفوسفوريشن؟ احنا قلنا دلوقتي الالكترون بتتحرك يا جماعه، ماشي؟ الالكترون عماله تتحرك من مكان لمكان لمكان عشان تتحد مع الهيدروجين والاكسجين دينا ووتر، الحركه دي اسمها اوكسيديشن. طيب ولما تكون الاي تي بي دي اسمها ايه؟ فوسفوريليشن. من الاي تي بي مع الفوسفيت اسمها فوسفوريليشن. الاثنين مع بعض تزوجهم مع بعض كابلنج، يعني تزوج مع بعض اسمها اوكسيديتيف فوسفوريليشن. يبقى الاوكسيديتيف عشان حركه الالكترونات، والفوسفوريليشن عشان عملنا تكون الاي تي بي. مين بقى الكومبلكس بتاعنا؟
اللي هو مكان اللي بيحصل فيه الاوكسيديتيف فوسفوريشن اسمه كومبلكس ايه؟ ها؟ كومبلكس 5 اللي هو اي تي بي سنتيز. ماشي؟ تمام. يبقى نبدأ بقى نعرف يعني ايه اوكسيديتيف فوسفوريشن. الاوكسيديتيف فوسفوريشن يعني ايه؟ كابلينج الكترون ترانسبورت في الريسبيراتوري تشين مع الفوسفوريليشن اوف الاي دي بي تو فورم اي تي بي. يبقى اوكسيد كابلنج يعني تزاوج اتنين مع بعض، الاوكسيديشن اللي حركه الالكترون اللي هو الالكترون ترانسبورت تشين مع الفوسفوريليشن اللي هو الاي دي بي مع يكون اي تي بي. وفيها بيقول لك ايه؟ لها اسامي تانيه بقى، البروسيس باي ويتش انرجي اوف بيولوجيكال اوكسيديشن از كونفيرت تو كيميكال انرجي اوف اي تي بي. لما يعني كله احنا عاملين ناكل وشغل جوه جسمنا واوكسيديشن وريدكشن وحاجات كلها شغاله جوه جسمنا، كل ده ليه؟ عشان في الاخر نطلع اي تي بي. يقول لك نمبر اوف اي تي بي جنريتد بيعتمد على السايت ات ويتش السبستريت از لينك تو ريسبيراتوري تشين. يعني ايه؟ لما قلنا السبستريت بتاعنا الفات كان بيطلع 2 اي تي بي، ليه؟ لانه بيخش من كومبلكس 2 على طول، ما بيعديش على كومبلكس A. اما النات بيطلع 3 اي تي بي لان بيبدا من اول كومبلكس، كومبلكس 1 بعد كده بيخش على الكو انزيم كيو و3 و4 فبيطلع 3 اي تي بي. طيب حاجه اسمها البي او ريشيو. ايه البي او ريشيو؟ اهي البي قام تكوين الاي تي بي. طب الاو لو بصينا على الاو دي تعتبر ايه؟ الاكسجين. يبقى ايه بي او؟ ما قلناش او بي، اسمها بي او. يعني الحاجات دي بتفرق، مهم جدا بجيبها في ام سي كيو. بي او، بي او يعني ايه؟ نسبه الاي دي بي اللي بتحول لاي تي بي الى نسبه الاكسجين اللي بنستعمله في الريسبيراتوري تشين. ده التعريف. ممكن تعريف تاني، نمبر اوف مولكيولز اوف اي تي بي بتتكون كل لكل زوج من الالكترون كارد عبر الكترون ترانسبورت تشين. طب ايه لازمتك يا بي او؟ لازمتي ان انا بعمل efficiency، كفاءة الاوكسيديتيف فوسفوريشن. لو طلعت 3 لواحد لو احنا استعملنا الناد، واتنين لواحد لو احنا استعملنا الفات. طب ليه 3 لواحد؟ ما قلناش 1 ل3، لان احنا قلنا بي لاو، اي تي بي كام اكسجين، فناد بتطلع 3 اي تي بي الاكسجينه واحده، اما الفات بتطلع 2 اي تي بي الاكسجين واحد. ممكن اجيبها لك في الامتحان اقول لك ليه الناب بتطلع 3 والفات بتطلع 2، هتقول لي نفس الكلام اهو، لان الفات بتنقل الالكترون على طول على الكو انزيم وبتفقد الفيرست سايت اوف اوكسيديتيف فوسفوريليشن اللي هو كومبلكس 1. تالي كده مفهومه، شرحناها كذا مره. يبقى كده خلصنا الاوكسيديتيف فوسفوريليشن. عايزين بقى نعمل انهيبيتورز اوف اوكسيديتيف فوسفوريليشن. لها اسم تاني اسمها انكابلر. ليه انكابلر؟ احنا قلنا الاوكسيديتيف فوسفوريليشن عباره عن كابلنج اتنين مع بعض، الاوكسيديشن مع تكوين الاي تي بي. فلما اعمل انهيبيشن فبعمل بمنع الكابلنج ده، الانكابلر. ايه تعريفها بقى؟ اقول لك سبستانس allow الاوكسيديشن تو بروسيد باي بريفنت الفوسفوريليشن. يعني المواد بتسمح ان الالكترون بتتحرك عادي اهي بين الكومبلكس، بس في الاخر عشان الاي دي بي يتفاعل مع الفوسفيت ويدينا اي تي بي مش بيحصل. طب يا جماعه بتتميز بايه؟ ان حركه الالكترون دي بتطلع منها هيت، طاقه. الطاقه دي بنفقدها لقيت هيت. بيقول لك ايه؟ انرجي ريليز نتيجه حركه الالكترون هتفقد على هيئه هيت، وده بيفصل لنا the hotness of intake of these substances. يبقى هي عباره عن ايه؟ مواد انا باكلها، انا باخدها سواء ادويه او حاجه باخدها ببلعها، وتلاقي جسمي مطلع حراره عاليه جدا. ايه اللي حصل ده؟ بتتميز كده، لاقي هيت عاليه جدا او الثرميه سخونيه عاليه جدا، ليه اسامي تانيه للهيت بقى. ايه المواد دي؟ عندنا زي اوليجومايسين والاثنين داي نيتروفينل والايونوفور. طب الاوليجومايسين ده انتي بايوتيك، لو اتاخد بكميه كبيره انا باخده دواء مفيش فيه مشكله. طب عايز اتخلص من حياتي او عايز اخلص على حد، اروح واخد ده بكميه كبيره، فيحصل ايه؟ هتوقف لي الاوكسيديتيف فوسفوريليشن. طب ازاي بقى؟ قهوه.
ده انتيبيوتيك يمنع الاكسديشن از ويل از فوسفوريليشن. ليه؟ لروح بتروح ماسكه في الاي تي بي سينسيز، لو كومبلكس 5 اي تي بي سينسيز، وبالتالي البروتون مش هتضخ خلاله ماشي، وتدخل من الانتر ميمبرين عشان تخش الماتريكس تاني خلاله، اللي هي فكره السد العالي، فعدم دخولها فمش هتكون الاي تي بي. بس حركه الالكترون بقى هتطلع لها هيت. طيب الماركر التاني اسمه ايه؟ 2-4 داي نيتروفينول، هو الدي ان بي. طب الدي ان بي بيعمل ايه؟ لو خدنا الدي ان بي بيزود البرميابيلتي بتاعت الانر ميتوكوندريال ميمبرين تو بروتون. ليه؟ احنا اصلا هو امبريمابل، والبروتون بتتحرك نتيجه حركه الالكترون، هو بقى بيزودها، فتلاقيها كلها ايه؟ زود البرميابيلتي، عماله تروح وترجع تروح وترجع. مفيش بروتون جريدينت، احنا اهم حاجه يبقى في فرق في البروتون جريدينت، في ناحيه اعلى من ناحيه. بتقلل من برين البروتين اعلى من ماتريكس، فبتحاول تعمل بالانس، فتخش مره واحده، والدخله دي هي اللي بتخلي الاي دي بي تلزق في البي وتدينا اي تي بي. هو الاخ ده بيزود البرميابيلتي، فاتح السكه، فاتح البوابات كلها، فالبروتين داخله وخارجه براحتها، داخله مفيش جريدينت، فبسببها تعمل انكابلر برضه نفس القصه. طب الايونوفور، ايونوفور يعني حاجه بتحب الايون، مواد بتحب الايون زي ايه؟ زي الفالينومايسين برضو انتي بايوتيك والنيجراسين. بقى مواد لايبوفيليك، لا طبيعه لايبو دهنيه، لا طبيعه بتحب الليبت ماشي. واحنا عارفين الممبرين اصلا ليبت باي لاير، فالمواد دي بقى بتعمل كومبلكس مع كاتاين اسمه بوتاسيوم، عشان كده اسمها ايونو، بتحب الايونز زي البوتاسيوم. البوتاسيوم ده نوع ايه؟ ده بوزيتيف، يا نهار ابيض، ده انت بتحبي تعملي كومبلكس مع البوتاسيوم، فكده بتزودي لي البوزيتيف، وبالتالي ذات بريموت ترانسبورت الكاتاين عبر البيولوجيكال ميمبرين، فلما تدخل البوتاسيوم فتعوض لي الجريدينت الفرق. احنا انا بضخ هيدروجين فوق يبقى اعلى فوق اللي في الانر اعلى من ماتريكس، فلما بدخل البوتاسيوم فكده ايه؟ الجريدينت اقل، مفيش جريدينت، ما في بوتاسيوم جوه بوزيتيف برضه، فكده عمل ايه؟ قلل الالكتريكال والبوزيتيف جريدينت، بالتالي كل ده عمل كده طبعا انهيبيشن الاكسيد فوسفوريشن، او عمل انكابلر اللي هو ايه؟ الاكسديشن يليها فوسفوريشن، فبالتالي وقف الفوسفوريشن. مش الدكاتره فنحفظ طبعا الاسامي كلها، هجيب لك كيسز بقول لك ايه. في واحد اخد مادة معينة نتج عنها هايبر سيرميا، وقف الاكسديشن ونتج عنها هايبر سيرميا، او نتج عنها هيت، يبقى اخد ايه؟ اخد انكابلر. انكابلر خضتيني. معلش متحمسة بس. انا والله خضتيني، انا القلب وقف دلوقتي. يبقى اخد اليجومايسين ولا سيانايد ولا الصوديوم ازايد ولا روتينون؟ ها أخذ مين؟ قولي يا دكتورة. أوليغومايسين. أوليغومايسين، الحمد لله. أنت لايحة جديدة ولا قديمة؟ لا أنا لايحة جديدة. ما شاء الله. طيب البيولوجيكال امبورتنس بتاع الـ ATP، إيه أهمية الـ ATP بقى؟ ATP ده الطاقة، ده كل حاجة في جسمنا. الماسل كونتراكشن، عايزة حركة الماسل، البايو سينسيتيك رياكشن، اي حاجه تنسيتايز جوه جسمنا لازم اي تي بي. النيرف كوندكشن، حركه القوه اللي جوه النيرف كلها عن طريق لازم يكون اي تي بي. اي سكريشن، ابزوربشن اند سكريشن، بيحتاج اي تي بي، اللي هو الاكتيف ترانسبورت، والاكتيف ترانسبورت عبر البيولوجيكال ميمبرين كلها اي تي بي. والاكتيفيشن بتاع المونوساكرايد، يعني لما تاخده في البايو تو المونوساكرايد والفاتي والامينو اسيد البروتين والفاتي والليبيد والكربوهيدرات كلها بيحصل لها اكتيفيشن عن طريق الاي تي بي. نفس القصه جوه المصل، كرياتين فوسفيت ده بيتخزن، ده مصدر الطاقه بتاعتك جوه المصل، بيحتاج اي تي بي. السايكليك اي ام بي، كل ده بيحتاج اي تي بي. احنا كده خلصنا. ده بقى ايه الحته بتاعت ايه؟ يعني ايه اوكسيديشن؟ اوكسيديشن يعني لوس اوف الكترون او هيدروجين، ريدكشن اللي هو عكسها جين الكترو او هيدروجين. الفاينل اكشن بتاعنا اهو، يعني عندنا اللي يجي الهيدروجين اهوت مع الاكسجين المفروض يطلع ميه، لو تفاعلوا مع بعض على طول يدينا ماسيف انرجي. طيب المفروض نعمل ايه؟
يجي الهيدروجين يدينا بروتون والكترون، بعد كده الالكترون يتفاعل مع الاكسجين يدينا الاكسجين اهوت، اللي هو بعد كده يحصل له ريدكشن جوه جسمنا او السيلولار ريسبيريشن او جسمنا. ادي اكلنا الاكل اهو، ادي الكربوهيدرات مع الاكسجين ادينا الفاينل رياكشن بتاعنا، كربون دوكسيد ووتر وانرجي. انرجي اللي هي ايه؟ اللي هي بتخزن على اي تي بي من الاي تي بي اللي هي الادينوزين تراي فوسفيت، ده الكرنسي بتاعت مين؟ مخزون الطاقه عندنا. الفيديو ده اسمعوه برضو، هيبقى يعني يبسط لكم الفيديو حلو، يعني الدنيا شويه حلوه قوي كده. اعتبر خلصنا الجزء الاولاني من المحاضره. حد عايز اي حاجه دكاتره؟ هنخش على الجزء التاني دلوقتي، الساعة 12:30، فاضل لنا ساعة، جزء صغير برضو نخلصه كده، خلصنا المحاضرة. دكتور صباح الخير، بعد إذن حضرتك، هي دي المحاضرة الـ ATC دي بدل محاضرة السيل بيولوجي اللي موجودة في الكتاب؟ لا سيب بيرجع اشرحلك دلوقتي، انا بشرح التقيل الاول عشان عارفه انك هتنام كمان شويه، انا ناصحه. اه ما شاء الله. نبدا من الاتقل فالاسهل، فهمتي؟ انا كنت عايز اسيبها لكم في الاخر خالص اصلا، يعني كنت عايز اسيبها لكم في الاخر خالص عشان الامتحان يجي في الحاجات السهله، بس انتوا بقى يعني انا قلت بقى خلينا ماشيين عشان هتقولوا لي ايه الكتاب مش الكتاب والقصص دي كلها، فانا قلت خلينا ماشيين زي ما احنا. يعني المحاضرة الجاية أسهل يا دكتور؟ ايه المحاضرة الجاية أسهل؟ انا عايز افهم حاجه، انت لايحه جديده ولا قديمه؟ جديدة؟ الحاجات دي ما خدتهاش قبل كده؟ لا خدتها قبل كده. اقول ايه بقى؟ ها لا أنا بتأكد، بس بتأكد. خلاص اسكت بقى، بنراجع مع بعض دلوقتي. طيب نتكلم النهارده على السيل بيولوجي. ايه السيل بيولوجي ديت؟ لا اسم تاني، اسمها سايتولوجي. ايه تعريف السيل بيولوجي؟ تعريف السيل بيولوجي عباره عن برانش من البيولوجي بندرس فيها الاستراكشر بتاع مين؟ السيل. طب ايه السيل دي؟ دكاتره انتوا شايفين الشيرنج ولا مش شايفينه؟ دكاترة سامعيني؟ شايفين شايفينه يا ولا لأ؟ دكتور؟ شايفينه؟ والتسجيل شغال. من ايه؟ التسجيل شغال ولا مش شغال؟ ريكوردينج تمام. لا شغال يا دكتور. طيب الحمد لله. طب ايه تعريف السيل دي؟ السيل دي الوحدة، الوحدة بتاعت الاستراكشر والفانكشن بتاعت الحياة، دي وحدة الحياة. بيقول لك كل الانيمال تيشو بما فيهم الانسان عبارة عن ما هو الا مجموعة من خلايا. يبقى الخلايا عبارة عن ايه؟ دي الوحدة الأساسية بتاعت الحياة. في بعض النظريات ايه قاعدة تشرح السيل بيولوجي. ايه النظريات ديت؟ عندنا جه روبرت هوك في 1665 عمل ايه؟ استخدم الميكروسكوب، ايرلي ميكروسكوب، ولقى بص على ايه؟ بص تحت الميكروسكوب لقى ايه؟ لقى ريبيتنج بوكس لايك ستراكشر، مركبات شبه متكررة كتير كتير جنب بعض، شبه البوكس، علب جنب بعضها كده، قام مسميها الخلية. جه ماثيوس بقى تشيلدن ده في 1838 قال ان هو اللي فسر، قال البلانت ان النباتات برضو بتتكون من خلايا. جه ثيودور شوان ده في 1800 بعده بسنة 89 دكتور هو الاسلايد وقف، الايه؟ الاسلايد واقفة. من عمال اقول لكم يا جماعة الشير واقف، تقولي لا ليه؟ تقولي لا لا شغال. انا بحسب الزهرة ولا لا يعني. طب كده زهرة ولا مش زهرة؟ تمام كده يا دكتور، تالت سلايد صح؟ احنا دي رقم ثلاثة، زهرة تمام اه دكتور. ماشي. الانيمال اللي هو الاخر بعد بسنة اللي هو شوان ده انيمال ساينتست، ده عالم الحيوانات، قال الانيمالز بتتكون برضه من الخلية. يبقى رودولف فيرتشو قال ايه؟ ان الخلية دي اصلا جاية منين؟ من بري اكزيستنج سيلز، يعني ما قبل الخلية، يعني حاجة جاية ما قبل الخلية. خلاص احنا مش يعني نعرف، بس المعلومات السيري دي كمعلومات عامة يعني. بعيد كلام تاني، يبقى برنسبل اوف سيل سيري ايه المبادئ بتاعتهم؟
ان اللايفنج سينجز الحاجات الحيه، سواء نبات حيوان انسان اي حد، بيتكون من خليه او اكتر من خليه، والخليه دي عباره عن البيزك يونت اوف ستراكشر اند فانكشن ان ان اورجانيزم، وان الخليه كام اونلي من البري اكزيستنج سيل. ايه انواع الاورجانيزم؟ الاورجانيزم ده اما يوني سيلولار وحيد الخليه، او مالتي سيلولار عديد الخليه، او سيلولار يعني مزود خليه. طب ازاي يعني ايه؟ يوني يعني احاد الخليه، بيتكون من كام خليه؟ يبقى خليه واحده بس، اونلي وان سيل. والوان سيل دي ايه؟ يبقى ما دام تتكونش غير من حاجه واحده، يبقى لازم الخليه دي كل اللي يحتاجه الاورجانيزم من وظائف لازم يبقى جوه الخليه دي. يبقى السنجل سيل دي ماست، لازم بتكاري اوت اول اوف اورجانيزم لايف فانكشن، كل الوظائف الخاصه بالحياه. طب المالتي سيلولار، يعني الاورجانيزم ده بيتكون من مور ذان وان سيل، من اكتر من خليه واحده. طب كل خليه مالها؟ كل خليه لها فانكشن خاص بيها. السيلولار اورجانيزم ملهوش دونت بوسيس اتيبيكال ستراكشر، ملهوش شكل محدد اقول ده الشكل ده يبقى كذا. شبه مين؟ زي الفيروس والفيروس والبايرن، كل شويه يغير شكله يخرب بيته، كل شويه يغير شكله، بيعمل لنا ميوتيشن لما جننونا. قال الفيروس، يبقى الفيروس بيتكون من ايه؟ بيتكون من كور، اللي هو حاجه الكور جوه، اللي هي الدي ان ايه، اللي هي نيوكليك اسيد بتاعتها، اما دي ان ايه او ار ان ايه. في كابسايد، الكابسايد ده بروتين، اولين الدي ان ايه والار ان ايه اسمه كابسومير. بيقول لك بعد الفيروس بتحتوي على اوتر انفلوب، بعدهم بتحتوي على انفلوب عباره عن ليبيد وبوليساكرايد. ده الفيروس، طبعا احنا عارفين الفيروس وحافظينه طبعا. بعد كده اسمها الفيروت والبرايون. ايه الفيروت ده؟ الفيروت ده حاجه من الفيروس، يعني مجرد بس جينيتك ماتيريال اللي هي ار ان اي، ومش حواليه بروتين كود. طب البراين عكسه، في بروتين، يعني هنا في بي وبي اوت، في بروتين بس ما فيهوش نيوكليك اسيد، يعني ما فيهوش ار ان اي جواه، يبقى الفيروت ار ان اي بس من غير بروتين. اما براين بروتين كود بس ما فيهوش ار ان اي. طيب لو قلنا ايه الكاركترستكس بتاعت الخلية، ازاي انا مثلا امسك حاجة هقول يا جماعة ده انا اكتشفت حاجة معينة وتعتبر خلية جوه الجسم وكده، اقول لك انت لها مواصفات معينة، لو اتحققت هذه المواصفات ممكن تقول عليها خلية. ايه المواصفات؟ اول حاجة لايفنج، تبقى حية، ما تجيبليش حاجة ميتة تقولي دي خلية. تاني حاجة are highly complex and organized، تبقى معقدة جدا وتبقى مترتبة organized very organized. تالت حاجة capable of producing more of themselves، لها المقدرة انها تجدد من نفسها وتنتج من نفسها. رابع حاجة ايه؟ acquire and utilize energy، بتاخد ممكن بتكتسب وبتستعمل energy ديت. خامس حاجة capable of self regulation، لها المقدرة انها تتحكم في نفسها. يعني ايه دلوقتي انا بكون خلايا، بكون ما حصلش انها تتجنن مره واحده، لا وتتجنن سيلف ريجوليشن، انا دلوقتي عايزه ازود عددي، عايزه اوقف، طب ازود، طب اوقف، لها مقدره انها سيلف ريجوليشن، دي كلها من خصائص السيلز. رقم 6 كاري اوت اوف فرايتي اوف كيميكال رياكشن، طبعا كل الرياكشن كل الكيميكال رياكشن بتحصل جوه الخلايا. طيب ايه بقى الاستراكشر بتاعتها؟ الخليه بتتكون من ايه؟ تكون من السيل ميمبرين، ده الحاجه اللي بره. اقول لك ايه حاجه بروتكتيف لاير، بتغطي الخليه ولها المقدره كنترول ماتيريالز موفينج ان اند اوت اوف ذا سيل، زي البوابه. البيت عندي اهوت، انا البيت هو السور بتاعي، السور بتاع البيت مثلا هو ده اللي محوطني، هو السيل ميمبرين، وبيتحكم فيها بوابه مين يدخل ومين ما يدخلش، فكل ده في السيل ميمبرين. طيب دخلنا بقى على السيتوبلازم، ده حاجه الجيل اللي جوه بقى، الفلويد اللي جوه، اللي جواه يعوم جواه مين؟ الاورجانيلز، الاعضاء العضيضات اللي جوه بتعوم جوه مين؟ جوه الفلويد. بالفلويد ده اسمه السيتوبلازم. ايه الاورجانيلز دي؟ دي حاجه مصغره من الاورجان، سمول بادي في السيتوبلازم that is specialized to perform a specific function.
يبقى حاجة مصغرة ممكن تعمل specific function. طب الديوكلاس دي بتحتوي على ايه؟ دي النواة اللي جواها الدي ان ايه. مين الدي ان ايه؟ دي الجينيتيك ماتيريال. طبعا انا ملخص لكم الدنيا بسيطة جدا يعني. طيب انواع السيلز في نوعين، في البرو كاريوتيك واليو كاريوتيك. ايه البرو؟ يعني برو يعني بيفور، كاريون يعني نيوكلاس زي البكتيريا. طب ايو كاريوتيك، ايو يعني حقيقي وكاريون يعني نيوكلاس يعني حقيقي النواه زي الانيمالز والبلانت زي ما شايفين كده. ده شكل البرو كاريوتيك عكس الايو كاريوتيك. ادي البرو كاريوتيك عكس الايو كاريوتيك. بص على البرو كاريوتيك، بص شكلها، تلاقي عندك سيل وول ماشي، ما تلاقوش هنا في اليوكاريوتيك. في عندك في الاجيلا كتير، في باللاي كتير ماشي، ادي سيل ميمبرين موجود عندها بس، في بعض البلازميد. هنا بقى تلاقي كل حاجه، تلاقيها هنا، هتلاقي هنا ايه، تلاقي هنا بلازم ميمبرين، وعندك لايزوزوم، وعندك سيتوبلازم، وعندك ميتوكوندريا مش موجوده طبعا في البروكاريوتيك، وعندك النيوكلاس، وعندك جولجي ابريتس، وعندك نيوكلار ممبرين حواليها، عندك سنتريولز. كل ده فين؟ في اليوكاريوتيك، وانا هشرحها بالتفصيل دلوقتي. نمسك اول واحده اللي هي البروكاريوتيك. ايه بقى خصائص البروكاريوتيك؟ يبقى البروكاريوتيك تيبيكال بروكاريوتيك اللي بنستعملها عباره عن بكتيريا او سيانو بكتيريا. اكتر بروكاريوتيك بنستعملها في حياتنا كل شغلنا والجينيتكس اكسبيرمنت كلها بتتم على الايكولاي. مهمه جدا، محتاجين نعرف ايه الايكولاي دي، مكوناتها ايه، وحالاتها ايه، والقصص دي كلها. طيب ايه المواصفات بقى البروكاريوتيك؟ عباره عن مينيمم اوف انترنال اورجانيزيشن اند سمول ان سايز، حجمها صغير والحاجات اللي جواها صغيره، وما فيهاش دونت هاف اني ميمبرين باوند اورجانيلز، يعني الاورجانيلز العضيدات اللي جواها يعني ماشيه كده في السيتوبلازم، مش حواليها ممبرين، وحتى جينيتك ماتيريال مش محاطه بالنيوكلير ممبرين، والدي ان ايه بتاعها مش عامل كومبلكس مع الهستون. طبعا كل ده عكسه مع الايوكاريوتيك. والريسبيراتوري سيستم بتاعها مرتبط بالسيل ممبرين، يعني بتتنفس مع السيل ممبرين، وجواها مش بيحصل لا مايتوزيس ولا مايوزيس. طبعا خدت المايتوزيس والمايوزيس دي كلها خدتها بالتفصيل في السنه اللي فاتت. طيب الايوكاريوتيك بقى مواصفاتها ايه؟ الايوكاريوتيك زي البروتوزوا، فانجاي، البلانتس، الانيمالز، طبعا بنفهم الانسان هيومن. يبقى الخليه كبيره في الحجم، مواصفاتها ايه ده؟ مواصفاتها ايه بقى؟ مواصفاتها it has considerable degree of internal structure with large number of membrane bound organelles having specific function. يبقى كبيرة بقى الممبرين، وفيها ممبرين حوالين الأورجانيلز بتاعتها، وكل حاجة لها فانكشن بتاعتها. طب النيوكلاس، أنا قلنا النيوكلاس بدل المكان بتاعت إيه؟ الجينيتك ماتيريال بتاعتي اللي فيها كل المعلومات، وملفوفة جوه الكروماتين. جوه بيتم الميوزس والميتوزس. الريسبيراتوري بتاعتها فين؟ هنا الميتوكوندريا، عكس التانية كانت في الإيه؟ كان هنا كان بيقول لك دوبك على البلازما ممبرين، لا ده هنا ميتوكوندريا خاصة بإيه؟ خاصة بالريسبيريشن. واخدنا البيولوجيكال اوكسيديشن كلها والريسبيراتوري تشين كلها في الميتوكوندريا. بيقول لك البلانت بقى النباتات ده اللي فيها الراديانت انرجي، بتحول الكيميكال انرجي، از هايلي فين، از هايلي ستراكشر كلوروبلاست. عندك في النباتات الكلوروبلاست بيمتصوا اشعه الشمس ويحولوها خلال لطاقه، يعني كيميكال رياكشن، حتى بتتخزن في هيئه مثلا ستارش مثلا، دي اللي بناكلها احنا بقى، وبتخش جوه جسمنا وتدينا طاقه. طيب ادي مثلا عملنا كومباريزون ما بين الايوكاريوتيك والبروكاريوتيك. هنلخص الموضوع في ايه؟ ايوكاريوتيك وبروكاريوتيك. عندنا السايز، سيل ميمبرين، السب سيلولار، النيوكلاس، انرجي ميتابوليزم، السيل ديفيجن، والسيتوبلازم. السايز البرو طبعا صغيره والايوكاريوتيك لارج. طب السيل ميمبرين، هنا السيل ميمبرين هنا في البروكاريوتيك يبقى سيل وول، سيل وول لازم يبقى، عشان هي اصلا يا دوبك هي كان مكون كده، في عايزه حاجه ريجيد شويه تحميها، يبقى لها سيل وول. اما في
يوكاريوتك تبقى فليكسيبل، تبقى سيل ميمبرين. السب سيلولار تبقى موجوده بس في اليوكاريوتك، النيوكلاس موجوده فقط في اليوكاريوتك، الانرجي ميتابوليزم عشان نطلع طاقه موجود بس في اليوكاريوتك، والسيل ديفيجن الميتوزيس موجوده في اليوكاريوتك، والسيتوبلازم موجود فقط في اليوكاريوتك ومش موجود في البروكاريوتك. نيجي بقى على ايه؟ على الجدول ده اللي هو اهم جدول اللي بنجيب منه الاسئله كلها طبعا، عارفين كده محفظه صم. ملخص كل اللي خدناه بقى، السيل ميمبرين هو ده الايه؟ اللي مينتين الشيب في السيل اند كنترول ماتيريال جوينج ان اند اوت اوف ذا سيل. هقول لك مين هو اللي بيحافظ على الشيب وبيتحكم في دخول المواد ان اند اوت، لايزوزوم ولا سيل ميمبرين ولا نيوكلاس ولا سنتريول؟ طبعا هتختار ايه؟ السيل ميمبرين. طيب النيوكلاس بقى اللي جواها بتتم الاكتيفيتي، هي جواها الاكتيفيتي كلها، وهي جوه النيوكلاس بيكون رايبوسوم. طب الرايبوسوم ده عباره عن ايه؟ ده المكان اللي بيكون فيه البروتين ويسمى بروتين فاكتورز. اقول لك ايه الفانكشن بتاع الرايبوسوم؟ هتقولي ده مكان بيكون فيه البروتين وعباره عن سمول سفيريكال جزيئات صغيره ومدوره، وتحس انها نيومرس اورجانيلز يعني عضيضات عديده فوق كل الخلايا. طيب الجوليكي اباريتس، خلاص احنا كوننا البروتين، هيروح فين بقى؟ يروح بقى المخزن بقى اللي يظبط لنا ويعبي لنا ويظبط لنا المنتج ده، بيعمل بروسيس وباكجينج وليبلز وسكريت البروتين. يبقى اقول لك مين اللي بيعمل بروسيس وباكجينج وليبل وسكريت البروتين؟ هتقولي الجوليكي اباريتس. طيب الاندوبلازميك ريتيكولم ده اللي جواه بيحصل ترانسبورت وسينسز اوف سيل برودكت، جواه بينتقل ويتكون فيه بعض المنتجات جوه الخليه. طب اللايزوزوم اسمه لايزو يعني لايسس بيكسر، يبقى ده الدايجستيف اورجان للخليه، ده اللي الحاجه العضو اللي في الخليه اللي بيهضم بيه الحاجات الضاره. ليه؟ لان جواه دايجستيف انزيم، في انزيمات هاضمه. دايجست unwanted cell parts and other waste، بيخلصنا من الفضلات والحاجات اللي احنا مش عايزينها. موجود بنسبة عالية جدا فين؟ في الفاجوسيتيك اكتيفيتي، جوه الخلايا اللي بنلاقيها من خصائصها فاجوسيتيك، بتخلصنا. فاجوسيتيك يعني بتهاجم اي حاجة فورين او ويست، يبقى ده اللايزوزوم. طب الميتوكوندريا اقول لك ده الباور هاوس بتاع السيل، اقول لك ايه الباور هاوس بتاع السيل؟ ده البيت الطاقة اسمه الميتوكوندريا. ليه؟ لان جواه الاكل بيتحول الى اي تي بي، وخدناه بالتفصيل. يكون موجود بنسبة عالية فين؟ ها؟ في الحاجات اللي بتحتاج انرجي، زي مين؟ عندنا المسل، المسل دي على طول محتاجة انرجي عشان نتحرك ونجري ونعمل، والليفر نفس القصة، كل الرياكشن كل جسمنا بيحصل جوه الليفر. طيب فاضل المايكرو تيوبيولز، ايه المايكرو تيوبيولز دي بالظبط؟ زي العظم عندنا، ده اللي بيدينا الشيب بتاعنا، واحد هيكله صغير وهيكله كبير، ده اللي بيدي الهيكل بتاعنا. عباره عن ايه؟ بتكون السيتوسكيلتون بتاعت الخليه، وبتعمل سبورت للسيتوبلازم، من طريقها بيحصل ترانسبورت الماتيريالز، وبتشارك في الانترا سيلولار كوميونيكيشن، ولها سيل رول في السيل الونجيشن اند موفمنت، يعني هي موجوده جوه الخليه نفسها، والحركه بتاعتها يعني ليه اجزاء كده زي يعني روتس كده بتتحرك جوه الخليه، فبتخلي الخليه تعمل الونجيشن تطول كده وبتبدا تتحرك، وتبدا الخليه برضو يحصل كوميونيكيشن من خليه الاخرى عن طريق المايكرو تيوبيولز، عن طريق التيوبيولز دي. طيب طبعا هتشوفها دلوقتي في الفيديو، هنشوفها دلوقتي. السنتريولز دي بقى، السنتريولز ده اللي بيتم فيها الميتوزيس، عندنا جواها عباره عن اسبندل فايبر، وبتساعد في عمليه الميتوزيس عندي. يبقى اقول لك ايه اللي بيساعد عمليه الميتوزيس؟ و عبارة عن مجموعة من السبندل فايبرز، هتقولي السنتريولز. كده خلصنا الاستراكشر بتاعت الانيمال سيل مجمعة كلها ايات، وهنبص على الرسمة والفيديو بعدها. ادي ايه؟ ادي الاستراكشر بتاعتنا اهيت، زي ما شايفين اهوت اللايزوزوم ده الدايجيشن، خلصنا الانونتد سيلز. ادي البلازما ميمبرين، وادي الميتوكوندريا منتشرة، وادي المايكرو تيوبيولز، شايفين المايكرو تيوبيولز دي بتتحرك جوه الخليه السيلز اهيت، وهي تدينا الحركه والموفمنت والكوميونيكيشن من الخليه الاخرى.
وادي الجولجي ابايتس اللي بيحصل فيها باكجينج وليبلز للبروتين، وادي الاندوبلازميك الراف اندوبلازميك روتيكولم لان عليها ايه الرايبوزومز، والرايبوزومز بيبقى فري او موجود على الاندوبلازميك روتيكولم. وادي الرايبوزوم اهوت الفري اهوت، وادي السنتريولز عباره عن سبندل مجموعه فايبرز مع بعضيها طبعا، ودي النيوكليس بتاعتنا. هنحل شويه اسئله بقى وبعد كده نتفرج على الفيديو. What is an organelle؟ هل هو part of the cell that store packaging and secrete energy ولا small organ inside the body like one of your kidney؟ هيا يا جماعة ايه الإجابة؟ small origin. تمام. What is the cell membrane function؟ allow material to enter and exit the cell contain DNA clean up cell waste. allow material enter and exit the cell. تمام. مفيش غيرك بيجاوب، بتضايق راح فين؟ لا بيجاوبوا في الشات، بيجاوبوا في الشات والله. بتجاوب لمين بقى؟ عندي الشات مش شايفه شات. What organ is a power power house lysosome mitochondria golgi apparatus؟ الميتوكوندري. الميتوكوندري. النيوكليس كونتين ايه which make you who you are genetically؟ رايبوزوم لايزوزوم دي ان ايه؟ دي ان ايه. دي ان ايه. الفانكشن بتاع golgi apparatus packaging store secrete protein ولا control basic cell process ولا control what exit enter and exit؟ secrete protein. طيب انت هتقولي secrete protein ما يعملش packaging ولا storing ولا لا ما هي بيعمل، انا بقول يعني باختصار عشان خاطر احفظيها برضه، عشان خاطر ايه ما لما تيجي امتحان function. طيب اسمع الفيديو بقى، يبقى كده خلصنا ونقفل.
كده خلصنا الفيديو ده، الفيديو التاني برضه قريب منه كده. خلصنا المحاضرة يا جماعة، برضه اسمعوا الفيديو التاني. محتاجين حاجة يا دكاترة؟ كده تمام؟ هيا دكاترة محتاجين حاجة؟ تمام يا دكتور. يا طب دكتور دكتور دكتور، هو المحاضرتين دول بس اللي هناخدهم من سنة أولى ولا هناخد حاجات تاني؟ نفسك في حاجة تانية ولا ايه؟ لا مش عايزة، بس أنا بس دورت على الكتاب لقيته بتاع خلاص سنة دول، أولى. دول بس اللي هناخدهم عشان خاطر بسبب اللائحة القديمة، عشان اللائحة القديمة معاكم وده تبعهم، فأنا هضطر أعيده تاني. ماشي يا دكاترة؟ ماشي شكرا يا دكتور. أو ملخص من اللائحة القديمة خلاص، يبقى الأجزاء دي هتتشال، خدتها في أولى خلاص. طب دكتور، نعم، خلاص الأسبوع الجاي متنساش بقى، لأن هو الامتحان العملي ده، ذاكره بقى. امتحان عامل ده هيبقى امتحان واحد صح يا دكتور؟ نعم؟ هيبقى امتحان واحد مش اتنين. لا انتوا عايزين اتنين، يبقى المرة دي وفاينل مرتين. دكتور امتحان ايه معلش؟ انا قصدي نظري العملي نزل عملي. المرة الجاية، يعني هيبقى امتحان واحد للسكشن اللي جاي. يعني واحد يعني ايه؟ مش فاهمة. يعني دكتور، عشان كان في ناس بتقول ان هما هيبقوا كويزين مش كويز واحد. هيبقوا كوزين. مش انتوا اخترتوا كده؟ كويزين ده على ال5 درجات بتوع الاتندنت صح؟ ولا على ال ممكن تبقى يعني خلي سؤالك في حاجة، ما تقعدش تلف في حاجة تانية. انت ماشي. بتسأل على عملي، العملي هيبقى انتوا اخترته مرتين، المرة الجاية هيبقى عملي 5 درجات كده، واضحة؟ حلو. بعدين المرة الجاية اللي هي على ال15 درجة. ال5 درجات دول يا دكتور نظري، مش شغل عامل، مش هشتغل اي حاجة بايدينا صح؟ 15 درجة. اللي بيتكلم ده لائحة قديمة؟ لا، لائحة جديدة الأولاني اللي قبلك جديدة جديدة جديدة. جديد خلاص، بتتكلم 15 درجة بتوع ايه؟ حضرتك مش قلت في خمس در... هم 10 درجات يا نظري، دكاترة يعني انا دكاترة امتحن خمسة دكاترة الأسبوع اللي جاي و دكاترة ركزوا معايا بقى، اسمعوا. القديمة دول حاجة والجديدة حاجة. الجديدة أصلا ملكوش امتحانات خلاص، المفروض ملكوش كويزات ولا أي حاجة، واضح الكلام؟ ولا لوك اكتيفيتي ولا اي حاجه. بس هي اتعملت انه الدكتور ياسر قال ان في 5 درجات اتندنس هتبقى 2 كويز. فانا قلت لكم عايزين 2 كويز ولا عايزين كويز واحد ولا عايزين تشتغلوا اكتيفيتي، فانتوا هتردوا عليا لسه. ماشي كده؟ يعني يا دكتور نذاكر ال4 سكاشن نمتحن فيهم المره الجايه؟ شوفوا بتكلم في ايه، روح داخلين في ايه. يا ربي انا مش عارفه يعني إيه. مش انت مش عارفه، انتوا عماله تلفوا ماشي يا دكتور، احنا بس عايزين نعرف دلوقتي النظري العملي هيبقى 2 كويزز ولا كويز واحد؟ انا ما اعرفش انتوا اللي قلتوا 2 كويز. تمام. ودلوقتي اللي هم اللي بدل 5 درجات بتوع الاتندنس، يا اما اكتيفيتي يا اما كويز، ردوا علينا. اللي بدل ال5 درجات دول هيبقوا 2 كويزز ولا كويز واحد؟ ده سؤالي. يبقى كويز واحد كفايه. تمام ماشي. ماشي، فشوف انتوا طب لو عايزين ايه. اكتيفيتي يا دكتور هيكون عن ايه او ازاي؟ انا هتبقى توعيه يعني، مثلا اقول لكم مثلا نزلوا فلاير مع النت عن مرض مثلا دايابيتس، عن مرض مثلا هايبر تنشن، اي مرض حوالينا، وانتوا مثلا تقسمكم مجموعات وتبداوا مثلا تروحوا اماكن مثلا تعملوا جوه الكليه، مثلا تتكلموا مع بعض وتسجلوا فيديوهات، خشوا صيدليه توعيه يعني، ولا اوكي تسجلوا بشكل حلو ومظبوط، مثلا واقفين قدام مستشفى، واقفين قدام مدرسه، واقفين اي حاجه، مصورين الشكل ده وتدهولي ارفعه على الفيسبوك بس. ترفع على فين؟ اوكي ماشي يا دكتور، ماشي ماشي ماشي. ماشي شكرا. خش بقى على الجروب بتاع التريننج، وخش على جروب الفيسبوك بتاعت خدمه المجتمع، تفاعلوا كده معانا. وان شاء الله يوم الحد الجاي والاثنين في عندنا مؤتمر، يبقى اونلاين، وهنشارككم اللينكات، خشوا معانا برضه اسمعوا المؤتمر وكده. يكون يوم ايه يا دكتور المؤتمر؟ مؤتمر اونلاين الاسبوع الجاي، يوم ايه؟ يوم ايه؟ حد والاثنين. تمام، يلا بنعمل حاجات حلوه في الجامعه في الكليه. يلا عايزين حاجه، ابداوا ذاكروا بقى يا خضر. ماشي، يلا سلام عليكم. سلام.